أجرى الفنان المغربي الكبير عمر السيد يومه الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري عملية جراحية بأحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. وذكرت مصادر أن العملية الجراحية التي أجراها عمر السيد قد تكللت بالنجاح ولله الحمد، وبأن صحة قيدومي مجموعة ناس الغيوان بخير. وتعرض الفنان عمر السيد أحد مؤسسي فرقة ناس الغيوان لوعكة صحية تطلبت نقله على وجه السرعة إلى أحد المصحات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاج. ويعتبر عمر السيد الذي ازداد بمدينة الدار البيضاء قيدوم الفرقة منذ أن رأت النور عام 1970.